بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أم لغة في المهجر. اليوم راح نشوفوا طبق طاجين زيتون، يعني طبق جزائري تقليدي. نتمنى الوصفة راح تنال إعجابكم. إذا نالت إعجابكم ما تنسوش ديروا جيم، واللي ماشي مشتركين في القناة يضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. نبدأ على بركة الله. انا هنا المقادير عندي الدجاج، يعني واش حبيتي الاطراف تاع الدجاج اللي حبيتيهم ديريهم. عندي هنا الزيتون اخضر منزوع العظم تاعو، عندي هنا القليب من الفطر الشامبينيون، عندي هنا الجزر مقطع دائري، عندي بصله كبيره ربيتها وثلاث سنينات الثوم كنت ربيتهم كذلك الرند، وعندي ملعقه كبيره صلصه الطماطم، الزبده ملعقه، الخرقوم فلفل كحل وسكنجبير طري، عندي القليل من الفيون داشي يعني القليل جدا تقدري تستغني عليه، عندي هنايا زيت الزيتون عندي الزعتر وكذلك المعدنوس حنسحقو فيما بعد. انا في القدر تاعي حندير حوالي ملعقه كبيره تاع الزبده وملعقتين تاع الزيت عاديه، ونضع البصله. انا هنا البصله درتها كبيره، واذا كانوا صغار ديري مانيش ديري اثنين صغار. كما راكي تشوفي معايا اخت الكريمه، انا هنا نضيف الاطراف تاع الدجاج، ضفت عليهم الثوم كذلك كنت ربيتها 3 سنينات، وضفت الخرقوم والفلفل الاسود والملح راح نضيفه دوكا. فوالا انا هنا يا سكنجبير طري، اذا ما كانش متوفر عندك تقدري تستبدليه بسكنجبير اون بودر. كما راكي تشوفي معايا درت حوالي سنتيم، نقلب ونخلي ما نخليش لي عفوا لي زيبيس تاعي في قاع القدر باش ما يتحرقوليش، ومام طون البصله يطلق الماء تاعها. نخلط شويه نقلب الدجاج تاعي، النار راهي قليله، نضيف الورقه تاع الرند. انا عندي هنا ورقه كبيره، واذا كانوا صغار تقدري تضيفي اثنين. هنا درت زعتره، درت الفطر والجزر سروديه باش يتشحروا كامل مع بعض. الزيتون، زيتون على فكره انا يا ما غليتوش، كنت على بالي بلي رايح ندير طاجين زيتون مع صباح دونك باش نديرو عشيه، دونك مع صباح قعدت نبدل فيه الماء كل ساعه ولا نصف ساعه نبدل له الماء باش يحتفظ على اللون تاعو ما مع اللوغو تاعو، بس كي نغليه راح يبدل اللوغو ويبدل اللون. ضفت هنايا حوالي ملعقه كبيره تاع طماطم مركزه يعني تاع البوات، وعود صغير نصف عود عفوا تاع قرفه. هنا اللي ماشي مولف يدير صلصه الطماطم هدية، نتمنى يجربها صراحه رائعه. ما كلاش كامل نزيدو الفرينه في الاخر، يجي القوام تاع لاصوص خاطر وتجي البنه رائعه، واللي متعود يديرها وعارف هذا الشيء. انا هنايا توجور نمرق القدر تاعنا بالماء سخون، ما نكسرش الماء بزاف باسكو الدجاج نعرفوه بلي ما ياخذش وقت كبير في الطهي، وكذلك الجزر تاعنا مقطع رقيق. كيما راكي تشوفي معايا اخت الكريمه، انا هنايا نغلق على القدر ونخليه حوالي يعني 9 دقائق، ونجي نوجد لافيون داشي. لافيون داشي ضفت لها حوالي ملعقه تاع بصل مرابي والثوم يعني القليل المرابي كنت نقصتهم الاول، ملح نضيف لها الملح، نضيف لها كذلك قرفه اون بودغ والفلفل الاسود كذلك. وهنايا عندي حوالي ملعقتين وملعقه كبيره تاع زيت الزيتون، حطيت لها طعم رائع. واللي ما تحبش زيت زيتون دير زيت عاديه. نخلطها مليح ونشكلها دبولات صغار. هنا اخواتي بعد مرور 8 و 9 دقائق نفتح القدر تاعي ونحط لي بولات تاع لافيون داشي
القدرة هنايا ما نستعملش فيها ملعقة، نرفد القدرة تاعي ونخلطها أو نهزها هكذا من اليدين تاع لا كوكوت مينوت، ونعاود نخليها ابيبخي يعني 3 4 دقايق. لا فيوند هاشي مش حتشد معنا الطهي، نعرفو هاد الشي. راح نشوفوها في صحن التقديم في الاخير قبل ما نضيفها في الصحن، نضيف عليها المعدنوس هكذا باش تطلق البنة تاع المعدنوس. نتمنى الوصفة تنال اعجابكم صراحة، ابقى لي غير نقول لكم شهية طيبة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم في وصفة اخرى ان شاء الله. سلام البنات.